بهذا التوقيت التفجيرات التي تحصل في عدن لا تخدم سوى من جماعات الانقلاب الحوثية وبقاء المخلوع عفاش. نحن نرى أن من ينفذون التفجيرات في عدن هم أجندة المخلوع وأذرعة الحوثي الممثل بالحراك الجنوبي الذي تدعمه إيران أولا. ثانيا قاعدة علي عبد الله صالح قاعدة المخلوع التي يحركها متى شاء، فما يحصل في عدن وما يحصل في المحافظات الجنوبية سببه والرئيسي هي جماعة الحوثي الانقلابية وبقايا المخلوع عفاش لكي يقول أن الوحدة لم تكن إلا به وأن الأمن لم يكن إلا به. فبالمختصر ما يحصل في عدن هو رسالة واضحة من عفاش بأن للشرعية والتحالف بأنكم لن تنتصرون ما دمنا موجودين، والحل نحن نراه في أن يتم تقرير علي عبد الله صالح من كل الأموال التي يمتلكها، أن يفرض علي عبد الله صالح عقوبات دولية صارمة، أن تجمد أمواله سواء داخليا أو خارجيا. ثانيا أن يتم استهدافه بطيران، ليش ما يستهدفش بطيران؟ فمن الأفضل أن يقتل رأس الأفعى. المستفيد من هذه التفجيرات في عدن وفي اليمن وفي جميع محافظات اليمن هي اللعبة مكشوفة لعلي عبد الله صالح والحوثيين وهم اللي كانوا في جبال مران. التفجيرات هذه تخدم المصالح الإيرانية في اليمن وبخاصة الحوثيين والعصابة الإجرامية من عفاش والعفافيش المواقيد في اليمن، يريدون أن يدمروا هذا القطر الحبيب من الجزيرة العربية. التفجيرات في الوقت الحالي تخدم طرف محدد وواحد هو الذي يرعى هذه التفجيرات منذ ما قبل هذه المرحلة سابقا والآن حاليا، هو طرف الحوثي والمخلوع. وإن أعلنت داعش وإن أعلنت القاعدة مسؤوليتها عن أي انفجار في أي منطقة، لكن يبقى المسؤول الأول والأخير والذي يرعى هذه اللعبة والذي خطط لها منذ البداية هو المخلوع صالح، وكذلك بالتعاون مع الحوثيين الذين يريدون أن يقولوا أنهم هم من يمسكون الأمن، لكن الأمن تزعزع منذ أول لحظة منذ أن دخلوا واجتاحوا المحافظات، يرعون هذه التفجيرات حاليا ويرعونها سابقا. لا طرف ثالث غير الحوثي والمخلوع وراء أو المستفيد الأكبر من هذه التفجيرات.